تعرف ان مصر اسمها الاصلي مش مصر؟ ما اقصدش ايجيبت. تعرف ان اسم مصر وايجيبت اسمين مستحدثين بالنسبة للتاريخ المصري القديم؟ لو لسه ما تعرفش يبقى تعالى معايا وركز شوية عشان تعرف اصل الحكاية. ثانية واحدة، لو دي اول مرة ليك تتفرج عليا على القناة ولسه ما عملتش اشتراك او سبسكرايب، ياريت تنزل تحت وتدوس على كلمة اشتراك او سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تقدر تشوف حلقاتي اللي فاتت وكمان الحلقات اللي جاية. نرجع بقى لحكاية اسم مصر. الناس اللي عاشوا زمان كانوا بيسموا الارض اللي احنا عايشين عليها دي ايه؟ المصريين الاوائل او المصريين القدماء عمرهم ما سموا الارض اللي احنا عايشين عليها ولا مصر ولا ايجيبت. طب كانوا بيسموها ايه؟ اغلب النصوص والبرديات والكتابات اللي لقيناها على جدران المعابد لقينا فيها اسم الارض اللي احنا عايشين عليها بتسمي باسم كمت. وكلمة كمت تعني الارض السوداء. يعني ايه يعني الارض السوداء؟ وشمعنا سوداء يعني؟ اقول لك انا يا سيدي ليه سموها الارض السوداء. سموها كده علشان طمي النيل اللي كان بيتركه بعد فترة الفيضان وانحسار ماء النيل. الانسان المصري القديم لما كان بيتابع حركة النيل لقى ان النيل بيمر بدورة كاملة، فترة فيضان ثم انحسار الماء وتركه لطمي على جانبيه، وشاف ان الطمي ده هو سر الحياة في المنطقة، لانه هو اللي كان بيدي الارض خصوبتها اللي كان بتمكن الناس من الزراعة وانشاء مجتمعات حضرية. وبالتالي مجد الإنسان المصري القديم الأرض اللي كان عايش عليها وقدسها وسماها الأرض السوداء، بمعنى الأرض الخصبة أو الأرض اللي بتديله الحياة. وأحياناً هنلاقي على جدران المعابد أو في البرديات مصر مذكورة باسم ديشرت أو ديشرت، وديشرت أو ديشرت معناها الأرض الحمراء. والتسمية دي بقى جت بسبب إن الأرض بتحول لونها من الأسود للأحمر لما بتبدأ في الجفاف والتشرد. حلو قوي كده، عرفنا إن مصر كان اسمها كمت او دشرت. طب الاسامي بقى اللي احنا بنتكلم بيها دلوقتي، سواء بالعربي بنقول مصر او باللغات اللاتينيه بنقول ايجيبت او ايجيبتوس او ما يماثلها من الكلمات، اصل الكلمات دي جه منين وامتى؟ اقول لك انا بقى يا سيدي، المصري القديم كان بيطلق على كلمه الفيضان اجبت اجبت. فلما الاغريق دخلوا مصر وسالوا عن الارض دي اسمها ارض ايه، قالوا لهم دي الارض اللي الفيضان بيجي عليها، اطلق عليها الاغريق واليونانيين اسم ايجيبتوس، واضافه حرف اس في نهايه الكلمه بيجي للتعريف في اللغه اليونانيه. واول مره هنشوف ذكر الكلمه ايجيبت او ايجيبتوس كان في كتاب الالياذه لهوميريوس، وهوميريوس هو احد اهم الشعراء اليونانيين القدامى اللي لخص مجموعه ملاحم واساطير كتير في كتابين مشهورين جدا ليه، وهما الالياذه والاوديسي. وبكده نكون عرفنا اصل كلمه ايجيبت او ايجيبتوس في اللغات اللاتينيه جت منين، ومن كلمه ايجيبت او ايجيبتوس هيجي منها كل التحريفات التاليه اللي كان من اهمها كلمه قبط. كلمه قبط او جبت او ايجيبتوس اول مره اطلقها كانوا الاغريق على اهل مصر الاصليين لتفرقتهم ما بين الاغريق او اليونانيين واهل مصر الاصليين. لكن مع القرن الرابع الميلادي ومع انتشار الديانه المسيحيه في مصر وفي العالم استخدمت كلمه جبت أو إيجيبتوس لتعريف المسيحيين المصريين دونا عن مسيحيين باقي العالم، لأن المسيحيين المصريين كان المذهب بتاعهم هو المذهب الأرثوذكس. ولما المسلمين دخلوا أرض مصر وفتحوها عشان يفرقوا ما بين المصريين الأصليين اللي عايشين في أرض مصر وما بين المسلمين الفاتحين، أطلقوا على أهل مصر من المسيحيين اسم القبط أو الجبط، ومن هنا اتعود الناس إن المسيحي المصري اسمه القبطي. نيجي بقى للاسم العربي لمصر وهو مصر. جت منين كلمة مصر وأصلها إيه؟ في أقوال تاريخية كتير بتقول إن الاسم ده نسبة إلى مصرايم ابن سيدنا نوح، وإن هو نزل في المنطقة دي واستعمرها هو وبنوه، وبالتالي أطلق على الأرض اللي استعمرها مصرايم اسم أرض مصر أو أرض مصرايم. لكن لو تتبعنا تاريخ مصر القديم كان المصريين القدماء بيطلقوا على صحراء سيناء تا شويت، يعني الأرض الخالية، لأنهم في الحقيقة ما كانوش بيعيشوا في المنطقة دي خالص، لكنهم وجدوا إن معظم هجمات الأعداء والمحتلين والغزاة بتيجي من المنطقة الشمالية الشرقية، وده بسبب التحصين الطبيعي لأرض مصر، لأن جبال البحر الأحمر بتحصنها من الشرق والصحراء الغربية بتحصنها من الغرب. وده
لأن معظم القبائل اللي كانت عايشة في آسيا كانت بتحاول تحتل مصر عشان تستفيد من خيراتها ومن خيرات النيل، وبالتالي بدأ حكام وملوك مصر القدماء إن هم يحصنوا منطقة صحراء سيناء الخليج. حصنوا المنطقة دي ببناء أسوار عالية ومنيعة، أطلقوا على الأسوار دي اسم مجر، وكلمة مجر في اللغة المصرية القديمة تعني المكان المحروس. فكان سكان آسيا كلهم بيطلقوا على ما وراء تلك الأسوار أرض مجر، اللي اتحرفت مع الوقت لأرض مصر، ومن هنا كمان جه تسمية أرض مصر بالمحروس، لأن كلمة مجر في اللغة المصرية القديمة تعني الأرض المحروس. وبكده نكون عرفنا أصل تسمية مصر في اللغة العربية باسم مصر جه منين، وكمان أصل التسمية في اللغات اللاتينية باسم إيجيبت جه منين. مش بس كده، كمان عرفنا أصل كلمة قبطي وأصل كلمة مصر المحروسة جم منين، وتفضل أرض مصر على مر الزمان هي أرض المحروس. لو كملت معايا الحلقة للآخر والحلقة عجبتك، ياريت تحطلي لايك على الفيديو وشير لي وتسيبلي كومنت تقولي مستني تسمع مني إيه الحلقات اللي جاية. لو دي أول مرة ليك تتفرج عليا في القناة، يبقى أول حاجة تنزل تحت وتدوس على كلمة اشتراك أو سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان تقدر تتابعني وتشوف كل حلقاتي اللي فاتت واللي جاية كمان. على فكرة في سلسلة حلقات كاملة إن شاء الله هتنزل عن تاريخ مصر بالكامل، واستنوا الحلقات اللي جاية اللي هنتكلم فيها عن تاريخ الحضارة المصرية القديمة ونشأتها وعن تاريخ الديانات المصرية القديمة.